أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن ورب. هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد آل وهطان القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الأحبة، والعدد الذي عندنا اليوم عدد 5 في الكتاب والسنة والأدب والتاريخ، فنقول العدد 5 أو عدد 5 من الأعداد التي لها تواجد في الكتاب والسنة في الشريعة الإسلامية، في العبادات، في المعاملات، في الأحكام. فكم هي الصلوات؟ 5. كم هي أركان الإسلام؟ 5. كم هي أول آيات نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ 5. كم هي أسماء الله الحسنى التي اشتملت عليها فاتحة الكتاب؟ 5. كم هي أسماء الله الحسنى التي اشتملت عليها آية الكرسي؟ 5. كم هي مفاتح الغيب؟ 5. إلى غير ذلك. كم هم أولو العزم من الرسل؟ 5. طيب، نبدأ بالدخول في هذا الأمر أولاً بكتاب الله. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 5 آيات وتوقف الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انتهت 5 آيات أول ما نزل من القرآن. طيب ليش 5 آيات؟ ليش ما زادت؟ ليش ما نقصت؟ لا، 5. والعجيب أن هذه 5 كل آية منها وراها 5. عجيب. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الخلق مراتبه 5. الله عز وجل خلق الإنسان من إيش؟ من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. 5. تراب، نطفة، علقة، مضغة مخلقة، مضغة غير مخلقة. 5. واضح؟ ثم يخرجكم طفلا. انتهت ذيك المراتب في البطن، 5 مراحل، ثم تدخل إلى الدنيا، 5 مراحل. طفلا، رضيع، صبي، مراهق، شاب، كهل. انتهى. إذن هنا أيضا وقفة مع أسماء الله الخمس التي يقول عنها ابن القيم هي أمهات أسماء الله الحسنى في فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذن الله الرب الرحمن الرحيم المالك، هذه 5 أسماء لله في فاتحة الكتاب. دور على اسم ثاني فيها، لا ما تلاقي، ما في، 5 بس. في آية الكرسي 5 أسماء لله، الله رقم 1، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، وامشي مع الصفات، آخر شيء العلي العظيم.
الله الحي القيوم العلي العظيم. ومن جمع بين أسماء الله الخمسة في الفاتحة وأسماءه الخمسة في آية الكرسي يجد اسم مكرر واحد، ما هو؟ الله. طيب نقرأها مع بعض. الله الرب الرحمن الرحيم المالك الحي القيوم العلي العظيم. طيب اسم المالك والملك في قراءة ورش عن نافع، وأيضا قراءة قالون عن نافع، ملك يوم الدين، فتكون الأسماء كم؟ 10. الله الرب الرحمن الرحيم الملك المالك الحي القيوم العلي العظيم، اسم الله الأعظم في هذه العشرة. لا تقرأ على مريض إلا شفي، ولا مبتلى إلا عوفي، ولا خائف إلا أمن، هي مرجع أسماء الله الحسنى كلها. سبحانه. طيب أركان الإسلام كم؟ بني الإسلام على كم؟ على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، هذه 1، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، 5. طيب هذه 5 إذا بحثت بداخلها وجدت 5 أيضًا لها تواجد بداخل 5: إقام الصلاة ركن والصلوات 5. طيب إيتاء الزكاة، الزكاة في المال، وأول ما يخرج من المال ما خرج من الأرض كنزاً يخرج خمسه، فإن لله خمسه، الغنائم خمس، الفيء خمس، ما خرج من الأرض إن كان بزرعك خمس، 5 العشر، نصف العشر، وهو 5%، 5%. المال العام نصف الخمس اللي هي 2.5%، فيبقى معك عدد 5 في الصلاة، عدد 5 في الزكاة، عدد 5 هل له علاقة بالصيام؟ الصيام هو تكرار عدد 5 6 مرات، لأن 30 يوم كم فيهم 5؟ 6، وأيام الخلق كم؟ 6، فكأنك بالصوم صمت الأيام 6 5 مرات، فصارت 5 × 5 ÷ 5. طيب الخمس لها علاقة بالحج، الحج عبارة عن 5 أيام، حقيقة الحج 5 أيام، يوم عرفة، الحج عرفة، يوم الأضحى اللي هو يوم رمي الجمار والحلق، ثم 3 أيام أيام التشريق، يوم التشريق الأول 11، يوم التشريق الثاني 12، يوم التشريق الثالث 13. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، وكما أخبرتكم أن التأخر أفضل من التعجل لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فيكون التمام كم؟ 5. إذا صارت 5 معنا في الصلاة، 5 معنا في الزكاة، 5 معنا في الصيام، 5 معنا في الحج. طيب التوحيد في 5 والله ما في 5؟ فيه. كيف؟ أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لك، التوحيد إلى كم قسم ينقسم؟ كم؟ 3؟
طيب لو قلت لك انها ينقسم الى خمسة ايش تقول؟ كيف؟ توحيد الوجود، لان الوجود هذا يتصور قبل تصور الالوهيه وقبل تصور الربوبيه، تتصور انه موجود ليس عدما، هذا واحد. اثنين، توحيد الربوبيه. ثلاثة، توحيد الألوهية. أربعة، توحيد الأسماء. خمسة، توحيد الصفات. كم؟ خمسة. توحيد الوجود يختلف عن توحيد الربوبية، ويختلف عن توحيد الألوهية، ويختلف عن توحيد الأسماء والصفات، لكن بما أنه أمر مسلم بالعقل والفطرة العلماء يتجاوزونه، يقول أصلاً آية وجوده وجودك أنت، لأنه هو الذي خلقك، لكن هو توحيد لا بد من معرفته. بل قد يوجد من العقول التي طمست مثل الشيوعيين الذين نفوا وجود الله، قالوا لا إله، والحياة مادة. إذن هؤلاء إذا أردنا أن نجادلهم عندما ندخل في توحيد الربوبية أخطأنا، عندما ندخل معهم في توحيد الألوهية أخطأنا، عندما ندخل معهم في توحيد الأسماء أو الصفات أخطأنا، لأن كل هذه الأربعة تقتضي الوجود أصلاً. خلينا نسلم أنها موجود، بعد ذلك نبحث في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما إذا كان هذا ينكر الوجود أصلاً فلا بد من الرجوع إلى توحيد الوجود، أنه موجود سبحانه وتعالى. ما الدليل على وجوده؟ ما الدليل أن الله موجود؟ هل رأيت بعينك؟ ما رأيت. هل سمعته يتكلم بأذنك؟ ما سمعت. هل لمسته بيدك؟ ما لمست. طيب، ما الدليل على وجوده؟ أحد مدرسين شيوعيين جاء إلى مدرسة ابتدائية فيها أطفال يدرسهم اللغة العربية، قال يا شباب يا أبناء، أي شيء ما تشوفونه بعيونكم أو تسمعون صوته بأذانكم أو تذوقون طعمه بألسنتكم أو تشمون رائحته بأنوفكم أو تلمسونه بأيديكم غير موجود. شفت المقدمة؟ الطلاب مساكين. طيب أستاذ ماشي، اللي بعدها. قال إذن هو يبغى ينفي عنهم الإيمان بوجود الله، قال إذن الله غير موجود، سفسطائية هذا، فلسفة. واحد من الطلاب قال أستاذ أنت غير عاقل. غضب، قال عقلك ما شفناه ولا سمعناه يتكلم ولا ذقنا طعمه ولا لمسناه بأيدينا. قام الطلاب يصفقوا، أنت مجنون مجنون مجنون، طلع منها مجنون، لأنه يريد ينفي وجود الله، فأصبح هو نفسه الذي نفي عنه وجود العقل، لأن من لم يثبت وجود الله فليس بعقل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. إذن رقم خمسة معنا في التوحيد، معنا في العبادة العبادات، معنا في الأخلاق. الأخلاق تقوم على خمسة. ما هي أصول الأخلاق؟ خمسة. ما هي؟ بذل النداء، العطاء، كف الأذى، لين الكلمة، طلاقة الوجه، خفض الجناح. هذه خمسة، هذه ترجع لها محاسن الأخلاق، كما أن مساوئ الأخلاق بضدها. البخل، بذل الندى كرم، عدم بذل الندى بخل، كف الأذى إحسان، عدم كف الأذى إساءة، طلاقة الوجه ابتسامة في وجه أخيك
عدم وطلاقته تكشير وتقطيب في وجه أخيك. لين الكلمة مقابله الكلمة القاسية الشديدة، جرح الكلمة لا يبرأ، يقال يبرأ الجرح من السيف، ولكن الكلمة الجارحة يبقى جرحها مدى الحياة. خفض الجناح ضد التكبر، رفع الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن الأخلاق كلها ترجع إلى خمس، وسوء الخلق يرجع إلى ضد هذه الخمس. طيب يديك أصابعك كم؟ يد اليمنى 5، اليسرى 5، الرجل الأيمن 5، الرجل اليسرى 5. ليه؟ لماذا الأصابع 5؟ ليش؟ الله أعلم، كل واحد عنده 5 أصابع ما يدري ليش. ولو نبت أصبع سادس الواحد صارت مشكلة، يروح يبغى يقطعه، والله أخي زايد هذا الأصبع. ولو قطع أصبع منه مشكلة، والله عنده أصبع ناقص. خنصر وبنصر ووسطاء وسبابة وإبهام وبس، قفل، السادس ممنوع. طيب الحواس كم؟ 5. ما هي؟ حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة اللمس، 5. ليش؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أولو العزم من الرسل كم؟ 5. من هم؟ حسب ترتيب الزمن، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه 5. طيب حسب ترتيب الفضل كيف؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام. وقيل نوح وعيسى في مرتبة واحدة. طيب عزم من أي مكان؟ نوح من العراق، موسى من مصر، إبراهيم من العراق، عيسى من الشام، محمد صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب. العراق أخذت 2 من أولو العزم، مصر أخذت 1، الشام أخذت 1، جزيرة العرب أخذت 1، وهو أعظم هؤلاء وأكرمهم عند الله. طيب لماذا سموا هؤلاء بأولو العزم؟ ما هو العزم؟ ما معنى العزم؟ صبر، القوة، مسك زمام النفس، تنفيذ الأمر ولو كان على رقبته، ولو كان بموته، ولو كان بقتله، ولو كان بطرده. آدم نسي فلم نجد له عزما، آدم ليس من أولو العزم. صاحب الحوت يونس بن متى ليس من أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تكن كصاحب الحوت، لأنه لم يصبر على أذى قومه، استعجل، هاجر قبل أن يؤذن له في الهجرة. أما هؤلاء فما هاجر منهم أحد إلا بعد الإذن بالهجرة. أول من هاجر إبراهيم، أما نوح ما هاجر، بقي مع قومه 950 سنة، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما خرج، يضربوه، يسبوه، يطردوه، يهينوه، ويوصي بعضهم بعضا، الأب الجد يوصي ابنه، الأب والابن يوصي ابنه الحفيد، وهكذا.
ونوح دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا العزم 950 سنة عزم على طاعة الله، ما نقص عزمه ولا اهتز ولا ارتج. ونحن عندنا عزم ولا ما عندنا؟ أبسط شيء ختم القرآن في رمضان، أكثر الناس ما يستطيع يختم. بداية يوم الأول من رمضان ما شاء الله عزم اللي بنختم القرآن يفتح، ثم ذهب العزم. اليوم الثاني ما في قراءة، اليوم الثالث ما مشغول، أما الجوال ما شاء الله تجد العزم، تويتر وواتساب والفيسبوك يقلب يرد أي مكالمة، نعم حاضر، لكن المصحف يفتحه يقلب صفحاته العزم ما فيه، أما الجوال ما شاء الله بالأسبوع هذا سهل على طول. الله يرزقنا العزم على طاعته، الله يرزقنا العزم على طاعته وقوة العزم على طاعته. أيضا من الخمسة العجيبة الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا أو أملا. إيش أملا؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طيب ما هي الباقيات الصالحة؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الخمسة، هذه الباقيات الصالحات من داوم عليها في جميع أوقاته كانت خير ثوابا من كلامه الآخر، وكانت خير أملا يوم القيامة. يلاقي أشياء عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج نازل من عند رب العالمين، وصل إلى السماء السابعة، هابط جاي من أعلى فوق من فوق سدرة المنتهى، نزل وصل إلى السماء السابعة، إذا بالبيت المعمور والملائكة تطوف به، وإبراهيم عليه السلام سند ظهره على البيت المعمور ينادي يا محمد يا ابني تعال أقبل. يأتي محمد صلى الله عليه وسلم عند إبراهيم عليه السلام شايب، أبو المسلمين جميعا، ملة أبيكم إبراهيم، وأعطاه الله هذه المرتبة أن يسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، لأنه أول من بنى بيتا لله في الأرض، إن أول بيت أوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، إبراهيم الذي أقام قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فمن بنى لله بيتا في الأرض رفع الله ذكره ومنزلته وقدره، وكتب له أجر المصلين في ذلك البيت. هل تعلم أن كل من صلى في الحرم يكتب لإبراهيم أجره؟ كل من طاف بالحرم يكتب لإبراهيم أجره؟ كم عنده من صلاة، كم عنده من طواف، كم عنده من فضل عليه الصلاة والسلام. أنت بنيت مسجد لله ولا لا؟ بنيت لنفسك ما شاء الله فيلا وفلتين وعمارة وعمارتين ومزرعة ومزرعتين، لكن الله بنيت لشيء؟ والله تموت ما بنيت لله. من بنى لله مسجدا ولو قدر بيضة قطات، تعني بيضة قطات صغيرة، بنى الله له بيتا في الجنة. ابني مسجد لله أو شارك في بناء مسجد ما دمت حيا قبل أن تموت، فتقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ببني مسجد. لا، كلا، إنها كلمة هو قائلها، كل أحد يقولها، ما أنت أول واحد. إبراهيم ينادي محمد صلى الله عليه وسلم عند البيت المعمور، يا ابني
أبلغ سلامي لأمتك، إبراهيم يسلم عليكم جميعا، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات كل كلمة تحتاج إلى وقفات، إلى محاضرات، لأن كل كلمة تحمل من التوحيد ومن العلم عن الله شيء الكثير. سبحان الله ما معناها؟ تنزه الله. إذن أول التوحيد تنزيه الله، أول العبادة تنزيه الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أي شيء من هذا تنظر إليه بعينك تقول سبحان الله. حين تمسون في الليل لأنكم تناموا فسبحان من لا ينام، حين تصبحون لأنكم جوعى وعطشى تحتاج الأكل والشرب والعمل والشغل والله لا يحتاج ذلك سبحان الله. حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات، ترى ما أنت بس اللي تحمد الله، السماوات كلها ترتج بحمده، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان الله، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء. ما الفرق بين الملك والملكوت؟ الملك ما تراه عينك والملكوت ما لا تراه عينك. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لكن الملك ممكن ترى بعضه، الملكوت لا تراه إلا إذا أراكه الله. سبحان ذا الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، خمسة. سبحان ذا الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه الخمسة خاصة بالله ولا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره. سبحان ذا الملك الذي لا ينقطع ولا ينقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. جيب ملوك الدنيا، هل بقي ملك بمملكته؟ لا، يموت وتبقى مملكته من بعده ويأتي بعده فيموت ويأتي بعده فيموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أغنى أهل الأرض كم رصيد عنده؟ كم مليار؟ كم تريليون؟ ينفد، لو وزع على الناس انتهى. وما عند الله باق. ينفق ليلا ونهارا وخزائنه ملأى لا تنقص. سبحانه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج منه. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. عند الله مفاتح الغيب، كم هي مفاتح الغيب؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ خمس. ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خاص علمها بالله. الساعة متى؟ متى تقوم الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، ويقولون متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله. إنما العلم عند الله، علم الساعة عند الله. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. علم الساعة هل يمكن يكتشفوه بالأقمار الصناعية؟ هذه ساعة جاية يقول لك بكرة غدا متوقع أمطار، لكن الساعة متى متوقع تأتي؟ لا يعلمون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الساعة وينزل الغيث. تنزيل الغيث ومكان نزول الغيث لا يعلمه إلا الله. يرون سحب، لكن هل ستهطل هنا أو هناك؟ لا يعلم ذلك إلا الله. في سحب قادمة بس وين الله عز وجل يقول يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ويقول في الآية الأخرى في سورة السجدة في آخرها ماذا يقول؟ أولم يروا أنا نسوق الماء، نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هل تعلم أن كمية الأمطار في السنة واحدة لا تزيد؟ كمية البخار واحدة لكن الله يفرقها في الأرض لا تزيد ملم واحد، لكن سنة هذه تمطر على هذه القارة نسبة كذا، والقارة الثانية نسبة كذا، والأرض الثانية نسبة كذا، والباقي في البحر. السنة اللي بعدها لا، زيدوا كمية البحر ونقصوا كمية البر، زيدوا الجزء هذا نقصوا الجزء هذا، وزعوا في الأرض إلى الأرض الجرز. فيسوق الله الماء وينزله بقدر، عدد قطرات الماء يعلمها الله، ما ينزل من القطرات في البر يعلمه، وما ينزل في البحر يعلمه. لكن سؤال، إذا نزل الماء على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، لكن إذا نزل الماء على البحر وش يصير؟ سبحان الله، هنالك حيوانات في البحر تستقبل المطر، فإذا دخل في أمعائها تجمد فكان اللؤلؤ، خرج منها اللؤلؤ، منهما اللؤلؤ، اللؤلؤ ذو حبات المطر، اللؤلؤ ماء متجمد أصله جاي من سحاب. والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه البنت ولدت الآن، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها. هي لها ذرية؟ هي تزوجت حتى توها
توها ولدت في رحمها ولد واحد اسمه عيسى يعلمه الله عند ولادتها. ما من مولود إلا ونغزه الشيطان عند ولادته إلا مريم ابنة عمران وابنها بدعوة أمها حنة. إذن كل طفل، كل طفلة في رحمها أبناء، وكل ولد في ظهره أبناء، وكل ابن في ظهره أبناء. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق إيش؟ وإذ أخذ الله من بني آدم، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. من بني آدم؟ والله من آدم، هو ليس آدم فقط الذي في ظهره كل الذرية، هذه الذرية قسمها الله في ظهور بني آدم، فكل ظهر فيه ملايين الذرية ستخرج منه إلى قيام الساعة، هذا من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا، بعدين تسموها أنتم أنساب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، بعد وجوده أصبح نسباً، وقبل وجوده كان سبباً. يعلم الله ذلك قبل الوجود، ولا تعلمه أنت إلا بعد الوجود. يوم ولدت أنت إن قال لك أبو فلان، وقبل ولادتك كان أبوك يسمى أبو فلان، ويوم جاء ولدك كان يسمى ابن فلان، هذه مما يعلمه الله ويعلم ما في الأرحام. لكن عندما تأتي للرحم تجد أن الدفقة الواحدة من الحيوانات المنوية فيها ملايين الحيوانات، والبويضة واحدة يتنافس عليها ملايين الحيوانات في كل دفقة، أيهم الأول يصيبها؟ ومن أصابها كتبت له الحياة، والباقي يموت يكون دماً بعد ذلك حيض يخرج. سبحان الله، هذا الحيوان الذي لا تدركه الأبصار المجردة الصغير، ملايين منه في دفقة واحدة تتسابق نحو البويضة، والبويضة تنتظر تقول أول واحد جاء مقبول والباقين يموتوا، فإذا جاء واحد وقد يأتي اثنين إذا صار توأم، فتنشطر البويضة ويدخل الحيوانين وتكون اثنين توأم، وقد يأتوا ثلاثة تصير ثلاثة توائم. يعلم ذلك الله. لو جبت لزوجتك بعد أول تلقيح لأكبر مستشفى يقول لك والله ما ندري حامل ما يحامل ما ندري، خلي تعمل تحليل بول، خلي شو تحليل دم، كله كلام فاضي، لا بول ولا دم يعرف جنس الحمل، ذكر والله أنثى ما يعرفون. طيب يقول لك واحد الله يقول ويعلم ما في الأرحام، والآن أصبحنا نعلم ما في الأرحام، أصبحنا بالوسائل هذه نستطيع نقول هذا ذكر والله أنثى. اعلم أخي أن ما في الأرحام على ثلاثة أطوار. الطور الأول لا يعلمه إلا الله، الطور الثاني تعلمه الملائكة، الطور الثالث هو الذي يمكن يعلمه الإنسان ويعلمه الجان. الطور الأول وقت ما لقحت البويضة، حي ميت ذكر أنثى لا يعلم إلا الله. الطور الثاني بعد عند نفخ الروح، شهر الرابع يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويقول ربي ذكر والله أنثى، شقي والله سعيد، شقي، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ما في ذكر والله أنثى، هو عرف قبل ذلك، هذه الأربعة يكتبها الملك، بعد ذلك يعرف الناس، يعرفون ذكر والله أنثى فقط، وبقية العلم الثاني لا يعرفونه، شقي سعيد عمله ما يعرفه أحد إلا الملائكة بعلم الله بتعليم الله عز وجل لهم.
نعم، هنالك سورة هي آخر سورة في القرآن تسمى سورة الناس، تعرفونها؟ ذكر الله فيها لفظ الناس 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 5 الناس تتكرر، معناته هذا الشيء، هذا العدد له علاقة بالناس، أطوارهم 5 وذكروا 5 مرات، وأحوالهم في الدنيا 5. إذن 5 هذه لها شأن، وأولو العزم 5 من الناس، والرسل في القرآن 25 مضاعفات 5. إذن هنالك سر في العدد 5 ولا لا؟ 5 إذا ضربناها في 10 كم تكون؟ 50. الصلاة فرضت كم؟ 50 صلاة، ثم 5 في لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن 50 أيضا لها شأن. طيب 50 إذا ضربتها في 10 كم تكون؟ 500، صح؟ طيب إذا ضربتها في 100؟ 5000. في 100 5000. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بكم؟ 5000. ليش 5000؟ ما في زيادة، ما في نقص؟ لا، 5000. طيب، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، 1، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، نص 500 صعود ونص ثبوت 500. إذن 5 في 100 و5 في الآلاف و5 في الأفراد في الأعداد الفردية، هذه أشياء عجيبة جدا، أليس كذلك؟ 5 بـ5. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وإيش كمان؟ وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اغتنم 5 قبل 5: فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. 5. لن تزول قدم عبد الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل به. 5. إذن العدد 5 هذا معانا في الدنيا وفي الآخرة، أليس كذلك؟ طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين إيش؟ على ربهم يتوكلون. إيش بعدها؟ حول الوقت. واحد يتكلم. لا، ليست هذه، إذا تذكرناها رجعنا لها إن شاء الله. إذن ندعو الله بالأسماء الواردة في كتابه، وتجد أن أغلبها يرجع إلى الأسماء 5 التي ذكرها ابن القيم أنها أمهات الأسماء الحسنى. وفي اللغة العربية طبعا الأسماء 5 والأفعال 5 وغير ذلك.
نتجاوز ذلك لنهاية الوقت ونقول: اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ذا الجلال والإكرام، الحي القيوم، العلي العظيم. اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الملك الحق المبين، ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك. وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله الجواد الكريم، وأنت الله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير، وأنت الله عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأنت الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وأنت الله الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبًا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبًا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا سيئةً إلا محوتها، ولا خطيئةً أو زلةً إلا أذهبتها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن لنا ذنوبًا كثيرةً فيما بيننا وبينك أنت تعلمها وأنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ما عملنا من الذنوب فيما بيننا وبينك. اللهم إن لنا ذنوبًا فيما بيننا وبين عبادك، اللهم اغفرها لنا. اللهم وتجاوز عنا، اللهم واقضهم عنا أحسن القضاء، وأعطنا يا رب العالمين السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الوباء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء السقم، اللهم نعوذ بك من الأسقام والآلام والأزلام. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وسحر الساحرين، وفرط المفرطين، وطغيان الطاغين، وعداوة المعتدين، وفسق الفاسقين، وفجور الفاجرين. اللهم انصر بنا دينك، وأعلي بنا كلمتك، ووفقنا لمرضاتك، وزدنا من فضلك، واحفظنا بحفظك، وأكلنا برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا يبقى في علمك خيرًا إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى في علمك شرًا إلا صرفتنا عنه وصرفته عنا، وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلح نساءنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وإنسنا وجننا وكبيرنا وصغيرنا ومن له حق ومن عليه حق. اللهم اغفر للجميع مغفرة عاجلة من عندك. اللهم إنا نسألك خيرا لأمة محمد. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة نصرا مؤزرا من عندك، وفضلا من عندك، ورحمة من لدنك. يا حي يا قيوم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم: يا حي يا قيوم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم أزل العداوة والبغضاء من صدورهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم أصلح أحوالهم في مصر والشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ هذه الأمة من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعوذها بك اللهم أن تقتال من تحتها. اللهم احفظها من رجس الأوثان، اللهم احفظها من عبادة الأصنام، اللهم احفظها يا رب العالمين من اليهود والنصارى وأتباعهم وأذنابهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تردها إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردها إلى كتابك وسنة نبيك، اللهم ردها إلى كتابك وسنة نبيك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني. يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى الله.